دريم اف ام احلى ما فهم. وكذلك نشكر التقليد اللي جاوا معايا. حتى الصور تخليهم. لا ما نجمش ما نجمش، انا عندي عدد كبير ياسر اسمه الطيروان من السبعينات. وقت كنت في فرقة كاس. نعرف اللي هو جمهور ممتاز. يتفاعل مع العرض المسرحي في صفة خاصة. على كل حبيب نقول لكم يا رب يا جماعة ما تشرقوش. في ظرف 5 سنوات ريشونا. تعرف نتفونا. مشاونا على الحصحاح. الله يهنيكم. الله يدب دبراي هزوا ديكم معايا يا ربي لا تربح كنت هكا ما كنت تعرفوني انتم كنت هكا عاود السيد هذا يعرفني سمير يا سمير والله يعرفني هذاك البلاد شو الاخر تلف يا وسط كسرك وش قلت كريم هيا كريم ما تنزل وشوية ما عندكش الحق تنزل ما تنزل قلت انزل ما نفسي تجبت مقدم معاه طيب هيا سكرت يا رب هيك ما تنزل قلت رجع لي الداخل بتاعي يا ما باقي بتاعي خلت الباقي ما انا رجعت الباقي ورسمت رجعت الباقي ورسمت تعرف براس امك براس امك يا رب انا اسمه الرجال بس رجالك اهو سوا وانا ماشي ليالي سوا يا بابا سوا المره نجي بتاع شنو شوف جيت في الكعب وجيت في سياره خاصه جيت في التراب جيت يعني معدل الطرق كل وسائل النقل كل استعملتها معناتها حتى بالستوب وصلت للقروات انا من ذكريات الحلوه اللي نتذكرها على مدينه الطيران اللي تعز عليه اولا وبذات راهي امي قرويه امي قرويه اسمها زينه بنت عيد القروي قروي من العباد على متابعتنا هنا القرويان فعلا انا نعرف القرويان من هنا في فرقه كبيره بحيث عندي مسرحيه اخرى قاعد نحضر فيها انا ومنصف دويب وباش نعمل لاول مره باش تصير في تونس
ايفينمون خلينا نمن بالايفينمون نمن بال مش نعمل مسرحيه ونتعدى الزملاء انا نحب كيف نعمل مسرحيه تخلق الحدث. اذا المسرحيه جاي ان شاء الله كيف كيف كما المكيزه كيف كما سرد الكريش وكما الليل على دليله كما الكريته كما الفرجه كما كل المسرحيات ديما خلق كما عرب مثلا اللي كان فيها دوري مخالف كان دوري تراجيدي ماهوش كوميدي ديما خلقت الحدث. مش نعمل مسرحيه اخرى مش تخلق الحدث وفي نفس الوقت مش نعمل مهرجان لمين نهدي للوان ما نجيو. معنى ذلك انا لمده اسبوع مش نعمل مكيو زكيه سلوك الريشو ليل على دليله والمسرحيه جديده. ديما نقولوا يلزم كل مولود جديد يعمل خصوصيه ليه. يعني ما يقلدش الاخرين انا. حتى كي تلقى اذاعه قلدت لاخر وهذا قلد في الاخر نولي وكلها معناتها كالببغاء نعاودوا في نفس اللبانه اللي نلقحوا فيها ونعاودوا. ماذا بينا اذاعتكم معناتها تعمل خصوصيه في كل البرامج تاعها سواء كانت رياضيه وثقافيه او معناتها سياسيه وغيره معناتها او معناتها اجتماعيه يلزم تكون عندك خصوصيه. وان شاء الله بالتوفيق. بسم الله احنا جمعيه ابقار الارض جمعيه ذات صله رحمه ننشطوا في انشطه ثقافيه اجتماعيه خيريه مع نتعامل مع المؤسسات كمديريه كبلديه في انشطه تخص ولايه كيروناك تاعي عمرانيه مثلا خدمنا العديد من الانشطه قبل مثلا المنتحرين على حاولنا نصلحوا مناطق سوداء في القرمانه ننزلوها ونتحسنوها واليوم عملنا عرض ليلة على دليل لمين نهدي في إطار الأنشطة الثقافية وإن شاء الله المدخول اللي يدخل الجمعية نسمع والله الحمد لله الجمهور جاء الشيخ على الآخر معناها طاقة الاستيعاب دار الثقافة تعرف يعني إحنا قلقنا شوية في الاستيعاب الحمد لله تعدد سفاري بيزنس كل روحه في الحانة ما قعد لنا حد في شراء تكيت اليوم الحمد لله رب العالمين إن شاء الله عندنا برمجة إن شاء الله إيفينمون الاوبجيكتيف عندنا معناها نخمولو في ان شاء الله في رمضان باش نعملو ايفينمون كبير ان شاء الله تستجيب معناها السلطات باش يعطيونا الصوت كيما سكيت لاني صار عيد ميلاد لان صار الثقافه ما تحتملش للمعرض هذايا وان شاء الله ربي يوفقنا باش نعملو حاجه ما احسن. بهيمة فام احلى ما فهمت.